تنعرفوا بأنه مع الأسف هنا أيضا الجائحة دارت منهم الأطفال ما بقاوش يخرجوا ما بقاوش يمشيوا يلعبوا ما بقاوش يجريوا. فالعلاج ديال السمنة عند الأطفال تبدأ أولا وقبل كل شيء بواحد تغذية متوازنة وصحية، والتغذية المتوازنة تتبدأ بعد أنه خصنا 4 ديال الوجبات في النهار، خصنا الفطور الغداء الكوتي والعشاء. مع الأسف تنشوفوا في واحد الدراسة درناها أنه 60% من الأطفال اللي عندهم السمنة ما تياخدوش وجبة ديال الفطور ديال الصباح. إذن هذه الوجبة مهمة مهمة لحقاش تخليه باش أولا يمشي مزيان المدرسة. وكذلك واحد القضية اللي دابا كل شيء راه تراجع عليها أنه لا داعية باش تعطي شي حاجة للوليد يديها معاه المدرسة، لحقاش تحبسوا أنه يأخذ الوجبة ديال الغداء مزيان. إذن هذاك الماكلة ما بين الوجبات فهي خص الواحد يحيدها. كذلك الغداء خصو يكون متوازن، فيه البروتينات فيه لي ليبيد فيه لي غلوسيد، وما كاينش المشروبات الغازية فالماء، انه العصير عصير طبيعي معصور. كذلك في الكوتي فاش يرجع من المدرسه خصو يدير واحد الكوتي متوازن، وفي الليل تتكون واحد الاكل خفيف. وخصو مثلا من المسائل اللي تتعطي الكالسيوم انه الفرماج، ياورت، الحليب، ونزيدوا على هذا الشيء هو الحركه، انه تكون عنده تمارين رياضية اللي إلا كان هذا الشيء بحال هكذا فما تكونش السمنة. مع الأسف احنا تنشوفوا أنه الدراري تيأكلوا المسائل اللي فيها بزاف ديال الدهنيات، المسائل اللي فيها بزاف ديال السكريات بحال المشروبات الغازية، وما كاينش واحد الانتظام في الاكل. هذا الشيء كل شيء، وخصوصا كما قلت تكون الوجبه ديال العشاء ثقيله، لحقاش مع الاسف تيكون الاب خدام والام خدامه. اذا الوجبه ديال العشاء هي البرينسيبال ماشي الوجبه ديال الغداء. اذا ف هذا الشيء هو اللي يجعل كما قلت داك الشيء اللي تياكل ما بين الوجبات ما مزيانش، وخصنا نقصوا من الدهنيات والسكريات، وتكون هذه الوجبات بحال هكذا 4 ديال الوجبات متكاملة. وهذا الشيء تيخلي مع التمارين تيخلي انه الوليدات ما تيكونش عندهم هذا المشكل. خصوصا خصنا نردوا البال اكثر الناس اللي عندهم اما الام ديالهم عندها سمنه، ولا الاب، ولا بجوج، لحقاش فاش يكونوا بجوج فكاين واحد، كاين هذا الجانب ديال الوراثه، انه واحد اللي كان نفس الكميه ديال الاكل كلها واحد عنده الوالدين ديالو اللي عندهم سمنه تاثر عليه اكثر من واحد اللي ما عندوش الوالدين ديال السمنه. اذا فاش تكون السمنه عند الوالدين فتنديروا الحذر اكثر، ولكن ما نديروش هذاك الوليد انه يكون عنده مشكل ديال الاكل. فالاكل ستان بليزير، اذا خصنا المعامله ديال معاه تكون معامله بشويه باش يمكن يتجاوز هذا الشيء بلا ما يكون عنده شي تاثير نفسي. لحقاش لنا وخصوصا عند الفتيات انه ينقلب العكس وتولي انوريكسي، وهنا سي اونكور بلو غراف كو لوبيزيتي اي بير كو لوبيزيتي، باسكو مع الاسف سي اون مالادي اوسي بسيكياتريك كي ديفيسيل ا سورمونتي.
عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.